وما تنساوش كذلك الرقبه، فنزلوه حتى لهنا. الا انني انايا ما نزلتوش، علاش غتوسخ لي هذا؟ فبغيت نسجل، ما يمكنش نلبس شي حاجه اللي هي يعني ما مغطاش ليا صدري. هنا غادي نديرو على البشره ككل. ما تنساوش البنات بانه هذا لو ماسك يعني على ضمانتي فهو بزاف بزاف واعر، مبيض جدا. بالنسبه للنشا فهي كتعمل على مرحبا واهلا وسهلا بكل صديقات وكل حبوبات ديال لطوفه، وكذلك كل متتبعين دائما في اطار الجمال. فلطوفه اليوم جبت لكم واحد الماسك اللي هو رائع رائع جدا بحكم التجربه ديالي. فهو بلا ما نطول عليكم غادي نقول لكم شنو الفوائد اللي كيعطي هذا الماسك، وهو اللي غادي تكون لاباس ديالو هي الروز. انا فايت عارفه ماسك ديال الروز، ولكن هذا بطريقه اخرى. كما كتعرفوا بان الروز هو مبيض للبشره، مفيد للتجاعيد، مبيض جيد للبشره، مفيد للتجاعيد، كيحيد هذاك النقاط السوداء. كذلك هو مفيد للشعر، لتطويل الشعر، وكذلك هو كيحمي الجذور ديال الشعر. كذلك ملين ومرطب، كيعطي واحد الشعر انسيابي. هذا كنت تكلمت عليه في البلوغر ديالي، اللي ان شاء الله قريبا جدا غادي نعطيكم جميع يعني الغلب الوصفات اللي هي كتعلق بالشعر بماء الرز. اذا غادي نكون هذا الماء ديال الرز غنكون المرافقه ديالو. انتما كتشوفوا طحين قشور البيض، انا غنخرجوا لكم ها هو هذا الطحين ديال قشور البيض. اللي البيض ما كيقتصرش الا على اننا كناكلو او سواء مطبوخ او مسلوق، فكنلوحو القشور ديالو، لكن الاغلب انهم ما عندهمش درايه بالفائده الكبيره ديال هاد القشور البيض. فهاد القشور البيض هي ماده كذلك ممكن نستعملوها كتقشير الوجه مع بعض المكونات، يمكننا كذلك نستعملوها كماسك. فالفائده ديالها كذلك هي مبيض للبشره، مزيل للكلاف، كذلك هي كتساعد الخطوط الرفيعه ديال التجاعيد على عدم الظهور ديالها، كذلك كتساعد على يعني ما يظهروش لك التجاعيد بسرعه. كذلك بالنسبه للخطوط الرقيقه جدا ديال التجاعيد، فهي كتساعد على الاخفاء ديالها، بزياده على انها فيها بروتينات، فيها كثير من المعادن من الاملاح اللي هي كتفيد البشره. غيكون كذلك عندنا مرافق لهذا النشا. كما كتعرفوا كذلك النشا هي غافيرميسون دي لابو، يعني كتعمل على شد البشره، كذلك مفيده لتمهيد البشره. كذلك مع بعض التخلطات يمكننا اننا نديروها نسدو المسام ديال البشره. كذلك غيكون عندي مرافق لهذا بعض قطرات من الزيوت المعطره، مثل زيت الخزامه او زيت الزنجلان او زيت اللوز الحلو. انا هنا عندي زيت اللوز الحلو وهو مخلطه مع زيت الكوك. فكنمروا الى الطريقه ديال التهيئ. فاول حاجه انا غادي ناخذ هنا كاس لاروب ديال الرز. هذا الرز الرخيص اللي بالنسبه للاسواق المغربيه، حنا عندنا هذا الدائري فهو رخيص، حتى انه كيسهل حتى الطحن ديالو. وغادي ندير نصف كاس لاروب ديال الرز، وغادي نضيف عليه كاسان من الشاي ديال الماء، وغنوضعو في كاسرول. فبعد ما غيكون طاب ليا الرز، فانا كنعملو في الطحن الكهربائيه اللي غادي كنعملو كله بالماء ديالو، وغادي نطحنو ونرجع معاكم. ملي كنطحنو كنديرو في الصفايه بحال هكا لغايه انني ما غنتحصل على واحد الليكيد اللي غيكون هو
بيض وخاتر. فهنا فوالا بعد ما حصلت على هذا الخليط بعد الطحن ديالو، فانا خرج ليا هذا هو اللي خرج ليا هنا خاتر. هنا غادي نضيف عليه، غنضيف عليه جوج معالق ديال الطحين ديال القشور ديال البيض، وكذلك غادي نضيف عليه واحد جوج معالق صغار ديال دقيق النشا او مايزينا، وغادي نضيف عليه اي نوع من الزيوت. يعني انا قلت لكم الانواع اللي بغيتو، انا هذا دايره فيه زيت الكوك ودايره فيه زيت اللوز الحلو. هنا غادي نضيف تقريبا واحد خمسة القطرات، ثلاثة أربعة خمسة، خمسة القطرات من اي نوع من الزيوت المعطرة، وغادي نبدا على التخليط. لغايه انني ما غنحصل على، كتشوفوا انه اللون ديالو شي شويه بدا كيعطي شويه للباج، علاش؟ لان مع القشور ديال البيض. فهنا بعد ما غنحصلوا على هذا الخليط هذا، غادي نديروا في واحد القرعه اللي غادي، لانه هذا الخليط يمكن له انه يبقى عندي في الثلاجه واحد الفتره ديال تقريبا حتى لخمسة الايام، واخا تستعملوه يوميا بانه ليس بمقشر فهو ما غاديش يضركم. هنا غادي نمروا للمرحله ديال التطبيق على البشره، بقوا معايا. انا من بعد ما انا راني سجلت وصحاب اللي كيسجل وما سجلش ليا في التطبيق بالنسبه لهذا المكون، ها هو. فانا غادي نبدا على لي سالمون ديالو بهذه الطريقه لجميع الانحاء ديال البشره، وما تنساوش كذلك الرقبه، فنزلوه حتى لهنا. الا انني انايا ما نزلتوش، علاش؟ غتوسخ لي هذا، فبغيت نسجل ما يمكنش نلبس شي حاجه اللي هي يعني ما مغطاش ليا صدري. هنا غادي نديرو على البشره ككل. ما تنساوش البنات بانه هذا لو ماسك يعني على ضمانتي فهو بزاف بزاف واعر، مبيض جدا. بالنسبه للنشا فهي كتعمل على شد البشره، كدير على غلق المسام. دويت لكم على قشور البيض اللي كاين في هذا المكون، فهي فوائد ديالتو لا يعلى عليها. الا بغيتو كتعرفوا اكثر يمكن لكم الكم الا وانكم تدخلوا الجوجل تعرفوا قشور فوائد البيض. وكذلك بالنسبه للماء ديال الارز المخمر فهو واعر، اللي كيتسمى هو ستان دي ماكيون، مزيل للمكياج. وانا لا انا عملت معكم دابا، انني سلقته وحتى انني طحنته وحصلت على هذا الخليط اللي هو ما غيتلاحش، غادي يبقى عندي واحد الفتره ديال خمسين في الثلاجه اللي غادي نبقى نستعمله، ولو انك تستعمله يوميا فهذا لا يضر البشره. غادي نبقى معكم واحد 20 دقيقه ونرجعوا، ما تزافيوش. ففوالا البنات، من بعد ما انني غسلت وجهي بقيت به تقريبا الفتره ما بين 20 دقيقه، ومن بعد مني غسلت وجهي، انا ما غسلتوش ولكن فزكت الساغيات من هي نقيه، هي اللي مرات بها جميع الوجه ديالي، وكنت كنغسلها في كل مره وانا كنمسح، لغايه ان هانتوما النتيجه كي كتبان. والله العظيم البنات صدقوني انه على الاقل انه كتحسي بالبشره ديالك انها كتمتع بواحد الليونه في الملمس، وكذلك والله العظيم الى انه كتكون هناك اشراقه كذلك. فكنتمنى انكم تكونوا غادي تجربوا هذا لو ماسك باذن الله. وما تنساوش انكم البيض ملي طيبوه انكم ما تلوحوش القشور ديالو، انكم يعني تحتفظوا بهم، فهما راه كتحطوا كيديروا في القرعه، خليهم حتى انهم ينشفوا واحد شويه الشمس، لانه كيبقى في واحد القشيره بيضاء اللي كتكون داخل هذيك القشيره تصابيت انايا طحناه، هذيك القشيره كنحيدوها وكنستعملوها في دائره العينين، فهي كتلصق وتقريبا واحد 10 دقائق كتكرم فكتحيدوها هكا، انما كتعطي كذلك اللي بالنسبه لانتفاخ دائره العينين، او انهم كاين اللي عندهم ديك لابو دو بول اللي فيهم بزاف الكرويات هنا
دائرة العين فهي كتصلح لها، سواء انني انا معاه كنديرو كنطحن ما يمكنليش نحتفظ به، ما يمكنليش نحتفظ به في الثلاجه، لان هذيك القشره كتكون فازقه بلو بلون بالبياض والبيض. هي فاش كنحيدوها في نفس الوقت واننا كنعملوها على دائره العينين. كذلك نسيت واحد النقطه ما قلتهاش لكم، على ان بان الماء ديال 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 الرز هو كذلك مفيد جدا للحواجب، هو كيعمل على التكثيف ديالها. انا غادي نكتب لكم لو ليان ديال البلوغ ديالي، اللي هو ذكر فيه هاد الاشياء ديال الشعر، وذكر للوجه، وذكر للحواجب. كنتكلم على الماء ديال الرز. طبيعه الحال في الكلمه شويه اوعطي واحد الماسك ديال قشور البيض. الى اللقاء صديقاتي، كنتمنى ان كل ما من شاف المضمون ديال انه يعمل لي لايك 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 لايك، عملوا اشتراك باش يمكن توصلوا دائما بالجديد ديالي. الى اللقاء، باي.